السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نشوفوا تعرفوا على الرسالة تاع المدرب المنتخب الجزائري، مدرب محاربين الصحراء للجماهير الجزائرية قبل الكان، قبل يوم الموعود يوم الأحد، وإن شاء الله بربي يكون أمل كبير في هذه المقابلة وتكون دفعة معنوية كبيرة بالفوز على كينيا، وإن تكون المقابلة الثانية إن شاء الله بربي تكون خاتش عليه. عليه نقول باللي المقابلة الأولى هي الصعبة، والله المقابلة الأولى هي الصعبة. شلنا بالك 2010، نتكلموا شوية، شلنا 2010 إسبانيا خسرت برومي ماتش تاعها 1-0 ودات كوب دي موند. المقابله الاولى هي الصعبه. انا والله امنوني بالله لا خايف من البارتي الاولى، راني خايف من البارتي الاولى. المقابله الثانيه والله ماني محوس عليها، خاطش عليه السنغال تلعب بوله، تعرف تلعب تربح، عندك خطه تاعك، عندك مدرب تاعك تربح. هذه اللي نقولها لكم، السنغال تلعب بولا، لعب محل، لعب مفتوح، العب على روحك. ماركي 10 ماركي 10، يطيقوا ما يماركوا لك 10 يماركوا لك 10. على هذيك رانا نقولوا بلي السنغال ماهيش مقابله صعبه، والله منشوفوا غادي نشوفوا، ماشي نقولوا بلي ساهله غادي نلعبوا حنايا راقدين ونماركوا، لا غادي نشوفوا مقابله، نشوفوا كره قدم، نشوفوا متعه في كره القدم، غادي نشوفوا متعة في كرة القدم. سنغال جزائر تنزانيا يكون الأمر محسوم إن شاء الله بربي، يكون الأمر محسوم وما نبقاوش نروحوا حتى البارتية التالية ونشوفوا روحنا ومنا ومزيرين روحنا ومزيرين، لا لازم في ثاني مقابلة نكونوا يكون الأمر محسوم، نحسموا الأمر في المقابلة الثانية إن شاء الله بربي. هذه اللي متمنينا، خاطش عليه نعياو نعياو نزعفوا نزعفوا، بصح حتى إلا من تقرب وتولي في الصح رانا مع الفريق الوطني الجزائري، قلب ورب كما يقول لك لا رجوع. كشف جمال الماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الملقب بمحاربين الصحراء عن سعادته بدعم الجماهير الذي يحظى به المنتخب خلال استعداداته للمشاركة في منافسة بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة انطلاقها بعد غد الجمعة وتستمر حتى يوم 19 من الشهر القادم المقبل. هنا يوم إن شاء الله بربي جمال الماضي، وين نشوف شو الجالية الجزائرية كي مليحة في الخارج، عاك تشوف الجالية الجزائرية كي مليحة في الخارج، شو كي مليحة، شو وين عطاو دعم معنوي للاعبين للمدرب للستاف تكنيك، ناس فرحانه، ناس فرحانه على بالك. جمال الماضي فرح لعبه، المورال يولي لهم كيما يقول لك يحوسوا، الا يعطوه 100% يولوا يعطوه 150%، 150% يمد يقول لك انا هذا الشعب اللي واقف معنا في مسرح كاين ويمر وحنا صناهم، شي يقول لك شي تبقى تبقى عندهم هما في 90 دقيقه، هذا مكان قاتل اي باقي عندهم هما في 90 دقيقه. هذه اللي نتمنوها ان شاء الله، خاطر مادام كون نهار يزيد يزيد الضغط على الجمهور الجزائري، على بالك اللي يلعب مش كيما اللي يتفرج، كل يوم وين ما نهار ديروا الضغط كيما سيزيد، حتى النهار اللي نربحوا برومي اول مقابله ان شاء الله هذاك الضغط كاع يروح ان شاء الله بربي. هذه اللي نتمنوها ان شاء الله. حنايا وين اكد بالماضي ان الجماهير الجزائريه تثق في قدرة منتخبها وتنتظر أداء مميز من اللاعبين، خاصة أن الجزائر حصلت على لقب البطولة مرة واحدة في عام 1990، هذيك تاع ماجر وهذيك ماجر نيو، وطلب بالماضي الجماهير بالوقوف خلف المنتخب ومؤازرته للاعبين من أجل الوصول إلى المباراة النهائية وحصد اللقب. ان شاء الله يا ربي. شوف هذا لما كي نسمع كيما هكا
ان شاء الله بربي ان شاء الله. من كيما يقول لك ما نحلموش بزاف، ما نحلموش، خاطر بنادم كيما يقول لك مقابله مقابله وتجي الطموح تطلع. بالنسبه لي انا مقابله مقابله وتجي الطموح تطلع ان شاء الله بربي. هذه اللي نتمناوها ان شاء الله، هذا اللي نحوسوا عليها. ويلعب المنتخب الجزائري مباراته على الملعب الدفاع الجوي بتجمع الخامس، ويقع في مجموعة الثالثة بجانب المنتخب السنغال، السنغالي تنزانيا وكينيا. غادي نلعبوا مع كينيا السنغال وتنزانيا. ان شاء الله بربي الفريق الوطني الجزائري يكون عند حسن ظن جميع الجمهور الجزائري، خاطش كي نشوفوا كينيا كيفاش تلعب، حتى احنا ورانا مأمنين في اللاعبين تاعنا، عندنا هجوم، عندنا تما على بالك هذو الصوالح نخلوهم للمدرب، نخلوهم للمدرب. حنايا نهضروا على كينيا، كينيا عندها ميليو تيرا، عندها ميليو تيرا قوي، عندها الناب تاعهم يلعب بالسرعة تاعه، يلعب بالسرعة ويتحرك بزاف. نفتحهم راس الحربه تاعهم، وين كيما يقول لك التحركات تاعو كثيره بالكره وبدون كره، وين يتحرك بزاف ما بين لي ديفونسير. روحوا شوفوا، انا شو تفرجت المقابله، تفرجت بريمير، تفرجت ماتش، حسيت غير لا ديفونس تاعهم كيفاش تخدم. دوزيام ماتش شت غير 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 وليت نعس غير في الميليو تيرا تاعهم. تروازيام ماتش تالي تاع كونتر الكونغو الديمقراطيه حسيت الناب تاعهم كيفاش يزغد، والسات السات السات والأونس كيفاش يزغدوا. على بالك السات والأونس تاعهم كي تكون عندهم البالون، وخاصة وي عندهم دو والتروا تاعهم يطلعوا بزاف، راهم يدخلوا الكاري 18، راهم يعمروا الكاري 18. وكما يقول لك تاكلين عندهم القوه تاعهم في الكرات العاليه، قامه ومع اللي هما القامه عندهم طويله، وين يلعبوا اللي يا ودي. ان شاء الله بربي، ان شاء الله بربي تكون نقول حنايا كما يقول لك حنا فكره معنا لاعبين تاعنا اللي يعرفوا كيفاش يحطوا البالون. كما يقول لك كل لاعب قادر يدير الفرق. عندك محرز، عندك ابراهيمي، عندك بونجاح، عندك اندي، عندك كل لاعب وقادر يدير الفرق. احنا هذه اللي عندنا مليحه، كل لاعب قادر يدير الفرق. اللي نتمناوها ان شاء الله بربي تكون في صالح الاستثمار من جمال بالماضي، ما علي كما يقول ما على جمال بالماضي الا الاستثمار في اللاعبين اللي راهم عنده. يعرف كيفاش يحط الخطه تاعه، يعرف كيفاش يريق اموره. والله العظيم اي كي ما تكذبناش كاع، اي كي ما تكذبناش، هذا ما واش نقولوا. هما الامان راه كاين، لعبه كاع راهم معولين، المدرب معول، كاع الناس معوله. ستيلا لازم تكون خطه محكمه، تشكيله مكتمله، نروحوا بعيد، نروحوا بعيد. حنا ليكيب ناسيونال تاعنا كانت مدقدقه في التسعينات في الاخرى من كاليف، ونقولوا غادي نروحوا نديروا حاجه، ونتحاسى دروك ما عندك لي ميير جوار في لافريك، عندك احسن هجوم في افريقيا. راه عندنا احسن هجوم في افريقيا، لازم هذه لازم ندخلوها في رساله. راه عندنا احسن هجوم في افريقيا، هجوم ناري ناري ناري. لازم استثمار في هذ اللاعبين، لازم استثمار في هذ اللاعبين. مكاش التسامح، مكاش التسامح، مكاش العاطفه. التشكيله لازم مكاش فيها العاطفه، المتيني قطع، المتيني قطع. هذه اللي نقولوها، اللي يكون واجد يلعب، حتى محرز ما يكونش واجد ويكون واحد خير منه يلعب. حنا ضروا قضية تاع علام جزائر وصايك، اللي يكون واجد يمد وصايك، ما عندناش نعبدوا بنيادم ولا لا، لكن نبغوا جوار، نبغوا خاطش عليه يمد الفريق الوطني، نبغوا جوار، بصح ما نعبدوش ناس، كان اللي راه يعبد في ناس، كان اللي ما كل اللي راه يتهم في شوبير يقولوا انت راك تتلقى اموال من جهه. اي الا عندك حاجه عليا ارواح نوريك. على بالك بلي ما عنديش كونت، انا على بالك بلي ما عنديش والله ما عندي شوف ما عندي كونت، ما عنديش شيك، ما عندي والو،
خاص عمري لا خدمت باش ندير نروح نخدم بنهاري، نروح نخدم بنهاري نصور نهاري نجيب نهاري الكونت في جيبي نجيبه معمر في جيبي ونجيب. ما عنديش كونت. اللي يقول لك شو بين عنده كونت نتاع حيله، الناس اللي يقول لك بلي هذا عنده دراهم، اللي يقول لك بلي شو بين عنده كونت، انا تاكل على نهاري على يدي نروح نصور بنهاري ندخلهم في جيبي ونجي دي فوا ما نجي وين نروح نصور دراهم، نجي جاي في الطريق الدراهم من وصل للدار بقى لي قد باكيه دخان ناس جباكي دخان. ايوا باش نخليكم لي فريسك قا حال وادي كوبوتير شوفوا اللي يضحك نقول لك وي كاين منها كو هذو الصوالح كاينين منهم. وكو بغينا ندو دراهم من عند هاد الناس هادو اللي راهم حاكمين كرة القدم من عند كلابهم كو بغينا ندو اودي والله حاجة ما تخصني، بس على الحمد لله يا ربي نقعدها عليه وما نديش دراهم، بصح نقعدها عليه نجيبها مورا ما يقلبش عليا اتو. تحية الجزائر.